عدنا مشاهدينا الكرام، برايم النجوم توا نسق التصاعدي على قناة حنبال في ظروف المباشر. نحب أبدأ باستقبال ضيوفي طبعا وضيوفي القارين لكرونيكور بتاع منوعات الأحد، وبعد باش نستقبل ضيفي اللي باش يكون من الوزن الثقيل. يلا دلاجينو مصطفى الدلاجي الأقوى، مصطفى الدلاجي الأقوى. أيضا نحب نرحب ايضا المشاكس في ديمونش حنبال، زهير الرايس. زهير الرايس، اهلا زهير، مرحبا. لهلوبه منوعه الاحد ماشتورو، الشيء الناجحة محمد العوني. يلا هذوما اللي باش يشيكسوكم ويشيخوا القاعدة مليح مليح، ولكن نحب نرحب بضيف عزيز وغالي، نجم من نجوم الأغنية في تونس، ما نقولش الشعبية أو البدوية، ولكن نقول نجم من نجوم الأغنية في تونس، عبد اللطيف الغصي. الأقوى عبد اللطيف الغصي. نيداي ليلى تقدا رجلينا هالي تقيلة، نيداي ايه.
لك وجرالك ما هلا الدابة بدايتها ليل الدين سنهار ولله ولدايتها ليل الدين سنهار ولله أيوة أيوة
زين التبسيم يا جدي الريم ونسينا ذي زعيم وما نستناش اسمك نون وجيم وتابعت الميم النجمة وسط الغيم أراي ما تطفاش وهي خاطر جيش عيني سحيلة ديرك ليلة حب زيت عمير جوك مصمى وبيك يا عايش قلبي بالك غياب برشا على قناة حنبعلي ذولي فما لا لا مش فما عامين ولا عام ثلاث سنين أكثر كل القنوات
كل القنوات. انا كنت بيني وبين نفسي يا اخويا ما عادش نحب نظهر في الاعلام يا اخي. انا قبل كل شيء اخويا عبد الرزاق اي انا اليوم نحبك تستعرض عضلاتك العلميه والاعلاميه والثقافيه أي. واسال كباتي طبعا اسال طبعا مش اسال وتعرف انت حتى في حسابك ما حبيش نحضر حتى سؤال. انا مستعد لكل الاجابات ويا اخي علاش رفضت الاعلام؟ علاش رفضت التلفزيون؟ انت راك رجل ذكي جدا وردوا بالك من عبد الرزاق الشاب ياك يا ماما يا ماما وقدام عطيني راهو داهيه لا راهو لا 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 يا عبد الرزاق شنو تعرف لا ما يا الغلاف هذاك اسمه الغلاف شنو يا خويا عندك الخبث في الصحبه يا اخي انا علام صحابه تو عندك قداش يقول لي ما حبيتش والله عمل لي بالحق شو 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 ايش قلت يا خويا عند والله المنشطين الاخرين اكثر مني لا 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 انا اكتشفت اما انا قلت كلمه كهو عليك لا لا كلمه انا قولوا لي يا اخي طيب ياسر لك الدرجه قولوا لي طيب ياسر هو طيب انا اعلامي اعلامي عميق جدا تجاوزتش الحدود بتاعي والاخلاق لا 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 ما تعمل كلمه في راسك يستحيل لا نعمل اللي في راسي يا اخويا يعطيك الصحه انا ركحتني لا خلينا اللي حكيته انا وياك في التليفون يظهر لي انا في تقديري اهم من اللي صار في البلاتو انت سابت في سرج باش نرجع انا كنت رافض رفض قتل كان رافض رفضا ما رفضا انا اما كي حكينا في التليفون وهذا الاهم نعتقد انه قلت له يا عبد اللطيف انت اسم كبير في تونس لكن اليوم الدنيا قاعده تتغير والوقت قاعد يزرب والوقت قاعد وانت ما تخليش بلاستك بلاستك يلزمها تكون موجوده عبد اللطيف الغزي اما سامحني عبد الرزاق نعرف اللي يمكن تقال الكلام هذا اما انت قلت له كلمه اخرى خليته يجي يجي قلت له راهي ماهيش طور في البلاتو بالضبط وراضية بك ما هذا بعدين الله لا يضحي انا بالله كبير من خلال عبد الرزاق من خلال من خلال قناه حنبعل الولاده وانا نعرف كي نقول حنبعل الولاده نعرف المشاهير اللي خرجوا من حنبعل من الفنانين والموسيقيين ومن اعلاميين اللي شادين البلاتوات كل انا اقول حقيقه هذه ما وانا بطبعي لا اجامل نعرف ولا نعرف نشكر ايضا كل الاعلاميين ومعدي البرامج اللي عيطوا لي اي ورفضت قداش بيان الحقيقه اي اي انا والله ها اخوي وصديقي ربي يفرح في الحس هو اختيار من شوف عيط لي وكلمني علاء وعلاء ما تغش علي على اخوك وعلاء صديقي اخوي وعلاء صديقي اكثر مني وخدمنا بعضنا وتورنيات ولك نعم وقال لي هاو قلت لي مص ما عادش رافض ها هو صحيح ولا في المسجد قلت لك راني مص ما عادش نحب علاش علاش نحب نفهم انا اخويا هل هو موقف من ربما موقف من البرامج لا والله لابس البرامج تم شوف هو الغث والسمين في اي ميدان اي نعرف لا مش نجيبش نتحكم على كل البرامج لكن انت قلقت قلقت وتو وتو ما عادش نحبوك تقلق يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا شوف عنده الروامك عبد الرزاق يا ولدي انا ما حبيش والله يا بهاء يا عمل لي ركب لي زرف شوف ضدك الدهاء يقول لك ما يعملوا معمل للدهاء ومعمل لل والله عبد الرزاق هو اللي صدق لا والله لا اكثر والله بتلقائيه شوف مواد الخطيره والدهاء يعني السؤال الخطير في سؤالك لما ود الخطيرة ما عندها مصانع يصنعوها لا هو مش في نص عدلك هو المعدن اللي يجيبه منه المعدن مش هفهمه المادة الخطيرة المادة الخام اي يلا نمشيو كلام النات نمشيو كلام النات يلا كلام النات يلا نمشيو كلام النات مع عبد الرزاق كلام النات عبد الرزاق كلام النات باش تشوف الفيديو هذايا وتجاوبني كما قلت انت بكل الصراحه انا بكل صراحه جيت انت باش تقول الصراحه بتاعك يلا نشوفوا مع بعض هل مستعده انك تعتذر من والله يقول لك حاجه اللي مريض من زينة ثم دواء في الفارماسي اسمه انتي زينة يمشي يشتريه ويشربه 5 مرات في الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء ثمش ما يبرأ هو فاش يعمل كاين هو شنو حتى شنو هو يعمل حتى انا خدمت عنده ولا ريته ولا مشيت له هو شكون؟ هو فنان يا ولدي الفنانين اللي يمشوا له العباد يمشوا له سمير العقرب صلى الله على محمد يرحم والديك انت يسال سمير العقرب يقول له ريت زينة قصرين تقول لك في مهرجان الموسيقى اسال وحيد الدبيشي قلت لي انا نخدم مرجده هو اللي حاول فيا باش ندخل الفن الشعبي انت ما قلتش الحقيقه انت عمرك ما خدمت مرجده صلي على محمد انت عمرك ما خدمت صليتش على محمد اللهم صل وسلم تمشي لاداره الصحه الاساسيه في القروين وتسال على زينة قصرينيه شنو كانت تخدم
وتمشي الوحيد الدبيشي هاوكا وحيد الدبيشي راهو تابع الثقافة راهو تنجم تستدعيه راهو وهو اللي انا نمشي نخدم في المنطقة هذيك مرجدة وهو اللي سمعني وقت نمشي مع القوافة الصحية وهو اللي قرق بي سي وحيد الدبيشي واضح عبد اللطيف هذا تصريح الزينة القسرينية اين سؤالي الخطي كون واضحين اي وصادق معاك وصادق مع نفسي اي جبدتنيش في القناة هذه اي ما جبتنيش اذا نترفع ما نجاوبش في يعيطوا لي الحصه اللي ذكرتني فيها نمشي نجاوب بدون الحاح ما نحس كانك عندك موقف وكانه سيل هذه زعيم ما عيطلكش شوف لي يعيط ما يعيطش انا ما خلفي انا بطبيعتي بقاطع الاعلام انا اي ليه هو قال لك كان يعيطوا لي غادي كنجاوب اما هنا ما نجاوبش علاه يا خويا انا نحبك تجاوب عندي شوف يا عبد الرزاق علاش عبد اللطيف لا نحب نحطك انت في حرج لا انت قلت لي توا كل سؤال باش نجاوب عليه عبد اللطيف شوف انا عندي الحق باش ما نجاوبش هي ما جبتنيش في القناه هذه ولكن جبدتك كفنان ما يمنعش القناة حنا باع الحوار تاسعه مش مهم نحترم نفسي ونحترم الحصه اللي انت فيها ونحترم الحصه اللي تعد فيها ونحترم ما نجاوبش باهي ما تجاوبهاش على هذا علاقتك بزينه القسرينيه اليوم ما عنديش حتى مشكل انا لا اعادي ولا اجامل كما جريت الايام قبل أي. ما عنديش حتى مشكل لا معاها ولا مع غيرها وانا نقول القضيه المرفوعه وين وصلت؟ لا عدم سماع الدعوه انت خذيت عدم سماع الدعوه؟ طبعا طبعا عندك شك في هذا في الشكوى اللي قدمت فيه الموضوع هذا لانه يعني خذيت عدم سماع الدعوه طبعا عندك شك في هذا لان نجم ما نعرفش انا مانيش معاك في القضايا هي في القضيه نتاعك هي مش قضيه قضايا الكل ربحتهم الحمد لله سي عبد اللطيف الكل عدم سماع الدعوه والقضيه ترفعت قبل الفصل والمرسوم 54 ولا بعد قبل الفصل ما تراش اللي كان جا الفصل 54 هالشتائم المتبادله عبر القنوات انا يا سيدي كانت نجم تؤاخذ شوف انا نشتم من طبيعتي ومن اخلاقي وتربيتي ما نشتمش انا كنت نتكلم حقائق وربي سكروا قوس الموضوع نجوزوا شوف واضح هذا اللي قلته على زينه واضح انك ما تحبش ترد على زينه ولكن الا في القناه اللي تكلمت فيها نحترم رايك وان شاء الله الهادي عيط لك باش ترد كما تحب انت دابا راسك لكن يقعد انك في القضايا اللي رفعتهم زينه صرحت وقلت اللي عدم سماع قضايا مش واحده برك يعني برشا قضايا قداش في القضيه بربي؟ زوز قضايا هو شيء اسف راهو اكيد هو شيء اسف زوز فنانين يشكيوا ببعضهم أكيد. هو وقت الغش ممكن تصير لكن نتصور من بعد تتلف القضيه وتوفى محمد حبيت بالله يا سي عبد الرزاق الموضوع هذا نتاع الشتائم الفنيه وخلافات الفنانين ببعضهم يهز لي الاثنيه نحب نقول خليني نفرغ قلبي في اسرع ما يكون انه فما بعض منشطين اللي هما عندهم روح التسامح واللي وقت اللي يحس فما زوز فنانين مختلفين يسعوا بكل جهد باش يصلحوا ما بيناتهم ويقربوا ما بيناتهم كما صار لي انا واخويا الدلاج اللي نحييه وتصالحتوا هنا خاطر نحب عبد اللطيف يتصالح وزينه انا ما كنتش نتصور روحي باش نستمر في ديموش حنا باع الاولاد الذكاء نتاعك مش الدهاء الذكاء وقلبك من روح التسامح اللي خليتني بين عشيه وضحاها نلقى روحي نعنق في خويا الدلاجي ونبوس فيه وهو كذلك قلبه الحليب الطيب الراجل الطيب وهذا اللي نحبوه انا فما العكس انا مش بعمل الورد خويا عبد الرزاق نتقدم بكل صدق وانا تعرفني معروف بصراحتي عبد الرزاق شابي من المنشطين القلائل اللي يسامحوا ويصلحوا ما بين الفنانين عكس مثلا انا البارح نتفرج انا مرتي كان عندي خلاف مع اخويا الفنان المبدع الكوميدي لطفي بونقا اللي نحييه من المنبر هذايا وتصالحنا بعد سنوات اي نتذكر الروادن استغلتها الروادن الكل واستغلوها التلفزيات وزيد ما نقولوش استغلوها ما نتابعوا زاده فيما يحدث زاده لا فما لي ما نلوموش برشا الحقيقه بعد ما تصالحنا ورجعنا نكلموا في بعضنا بالتليفونات ومحلاه لطفي بنطقة راجل طيب تحيه كبيره ليه لطفي وشجعني حتى على الكاميرا كاشي اللي قدمتها وبعث لي كلمات اي شنو اللي صار شنو البارح في الليل خويا قاعد نتفرج انا ومرتي ونشوف في سي الهادي زعيم الله يسامحه وربي يهديه ونوجه له لوم من هنا من المنبر هذا يعدي في تصويرتي ويسال يحاور في لطفي بنطقة وقال له هاو هاك العام وقت اللي مختلف انا وياه قلت لو كان يحطوه في بنديه بتاع ضماري وفي الخماس قال له هاو قال الكلمه هذه وقداش تعطيها على 10 وقداش تعطيها على يا رسول الله ما زلنا في قداش تعطيها على 10 في الكتاب احنا قداش تعطيها على 10 ويثير في فتن ولكن لطفي بنطقة قد رفع ما جاوبش قالوا رانا تصالحنا ورانا تسامحنا
محمد شوف الصحافي يسأل اما زاد الضيف هو اللي يعرف كيفاش يجاوب. تحمل المسؤوليه. انا هكا ولا تحمل المسؤوليه، علاش نلوموا على الاعلامي فقط؟ الضيف زاد وقت يسالك ما تجاوبش، كيما ما جاوبش عبد اللطيفان تحل تحلت المشكله. والله تشعيل النار الويل. اي الويل. والله يا زيني عاد قال له حتى نقولوا فيها ووه، انا كان نقول اعطى نخرجوا كفتي وقرع. وقرع يا شنو هذا عايش؟ شعل النار شعل النار. انا ما نلومش الاعلامي فقط. لا ما نلومش الاعلامي. واللوم زاد الضيف. مش قريت قبل يا ما ضيف يجي هو اللي صالحنا وفي ما فماش ضيوف هما وحدهم يجدوا. اما انا نقسمها يتحمل المسؤوليه. يتحمل المسؤوليه. ست سنين باش ننشدوا هو اش لابس نهار اللي راتو مرتخو. هذه لعبة الباز كلها ماشية هكا كلها في تحمل المسؤولية. خليني نقول تحمل المسؤولية على الإعلامي ولا الصحافي ولا السائل والمسؤول يتحمل الثلث. لكن المستجوب يتحمل برشا. زاد يتحمل برشا. لازم تشد فرناتك. وهذه زعيم انسان معروف بالفيانه نتاعو كذا، ولكن يقرص ويدي تحته. من حقه باش يسال. والله شعر يسال. على كل من حقه باش يسال. وانت يعرف كيفاش تجاوب هكا ولا. يلا نمشيو في رحله صور مع عبد اللطيف الغزي ضيفنا. سميك نجم الفن البدوي. لا مش نجم عبد الرزاق. نجم الفن البدوي. اديب الفن البدوي. هلال الاغنيه البدويه. هلال الاغنيه البدويه. الاغنيه البدويه. انا اصدقائي في ليبيا التحيه للشاعر الكبير معاوية الصويعي يقول لي صقر الاغنيه البدويه، لكن يا اخي انا ما زلت هلال. تحب هلال؟ مانيش نجم الاغنيه الشعبيه، مانيش قمر. ماكش رقم واحد انت توا في البدوي. شكون قبل؟ انا ضد الترقيم. الناس كل تغني والناس كل تأدي والناس كل كذا. انا قلت لك هلال الاغنيه البدويه لانه القمر اكتمل والبدر اكتمل والهلال مازالت عندي مساحه باش نكبر ونقدم. الهلال مازال عنده باش. لا والهلال هذايا عنده رؤيه ثقافيه وعنده علاقات ثقافيه وعنده كتب. عنده رمزيه. خصوصا خويا عبد الرزاق نفس نفسك وانت طبيبها وانت تحط نفسك سيرها. انت تحب تحط روحك مع مثقفين ومع مبدعين ومع مبدعين حقيقيين ومثقفين تلقى روحك. نجم تحط روحك المكان اللي تحب تحط فيه روحك. يلا خلنا نمشي مع رحلة صور مع عبد اللطيف الغزي. الصورة الأولى. الصورة الأولى. إيه. إي المرحوم نزار قباني. صديق وعاد. الصورة الأولى أعطيوني نزار وسي عبد اللطيف. الصورة اللي تجمع هاي الصورة اللي تجمع سي عبد اللطيف الغزي ونزار. إيه جابك نزار القباني؟ شوف إيه جابك نزار خويا؟ شوف انت انا من مدينه اسمها القيروان جذورها ذاربه في اعماق التاريخ. مدينه الادب. اما بسرعه في شكل برقيه لانه برشا صور. مدينه الادب والعلماء ابن الجزار ابن رشيق العمده اسد بن الفرات الامام سحنون في الطب. مدينه والقيروان تتنفس شعر وتتكلم شعر في ربيع الفنون ذاك. انا كان لي شرف اني سوق اسبوع كامل ونتحرك مع نزار قباني مرافقه. مرافقه انت وقتها؟ اي وشرفني. رفقت نزار قباني حبا في جهتي وخدمه في جهتي القيروان وخلص هذاك الطائرات في ربيع الفنون باش يجي ضيوف ربيع الفنون وندفع. قعدت علاقتك به حتى الى قبل موته. الله يرحمه. اخر مره بعث له زربيه ذكرى للقائنا بالقيروان. بعثت له زربيه نزار قباني قبل وفاته. قبل وفاته. قبل وفاته. يلا ها واش بعث لك هو؟ انت بعثت له؟ اما حتى هو بعث لك رساله هامه. هاي رساله من طبعا من الشاعر المرأة والقيروان. طبعا يقول لك فيها قرانا ترى سعدت ان اعرفك في القيروان مدينه الشعر والاحاسيس الجميله المتميزه كما اسعدني ان اعرف انك شقيق واحد من اعز شعراء العرب الى قلب محمد الغزي. بارك الله بك وبالقيروان الجميله. أيوة. الى اللقاء جديد مع الشعر ان شاء الله. الامضاء نزار القباني. باهي الرسالة ذي حكى فيها على محمد الغزي. محمد الغزي مش خوك. احنا تجمعني به عدة كذا. احنا اخويا احنا غزة كلنا جايين من غزة قبائل الغز واحنا محاربين. انت شفت في اسرائيل غزة ضربين بالطائرات والصواريخ واحنا بالحجر وما زلنا قوم. انت من غزة؟ كلنا من غزة جايين من غزة. جماعة كل ال وعلى ذكر نزار قباني عبد اللطيف الغزي غزة. عبد اللطيف الغزي من غزة بحضور السيد منصف الوهيبي ومحمد الغزي وصاحب وجاه الله يرحمه. هذوما كتاب ونقاد كبار. خلي المستمع يفهم علاش كنت هكا. علاش واحنا في نزله التبصيص في النهديه في مأدوبه غداء ادونيس وسعد يوسف ومحمد الغزي ومنصور الوهيبي وصلاح الدين وجاه
قال انتم مشكم غزيرة ولا لقب غزي. اه غزي عطاك اللقب نتاعك. عبد الرزيق بربي تعليق صغير. اي تفضل. انت قلت له جيبك انت لنزار القباني، وانت تعرف اللي نزار القباني شاعر المرأة. اي. وتعرف اللي سي عبد اللطيف الغزي تموت عليه المرأة. يا عيني يا عيني حبك المرأة وما هي تحبك. سمعت القباني ضيف جيت في فور. لا مش نقول. لا نقول كان الحق. نزار يقول لا زلت تسألينني عن عيد ميلادي، لا زلت تسألينني عن عيد ميلادي، سجلي لديك ما أنت تجهلينه سيدتي، تاريخ حبك لي تاريخ ميلادي. الله على عبد الله. ما هي داخل في شعر المرأة. نزار القباني بلسان عبد اللطيف الغزي. هو ما وما قاله بالقيروان ورسائل وما كتبه بالقدس العربي في الامبسيه على القيروان. اما هو في الحقيقه مش ليا شعر. يلا ما زلنا باش نواصل رحلة الصور، ولكن هذا الروضة. أيوة الروضة. هني جايك عبد اللطيف، هني جايك معايا، ولكن الروضة تنجموا تربحوا 5000 دينار شهريا كاش تاخذهم في قناة حنبعل كي تبعث اس ام اس على الرقم 8 على الرقم 85999 وتبعثوا مساج فيها هاش اكاهو تنجموا تربحوا 5000 دينار. نشوفوا سبوت الومضة الإشهارية نتاع المسابقة وراجعين. تفرج في مسلسلات قناة حنا بعل. ما تخلي حتى حلقة تفوتك، شارك في اللعبة اللي باش تربح كل شهر 5 ملايين. فاش تستنى؟ ابعث هاش على الرقم 85999 وجاوب على الأسئلة. حظ موفق للجميع. هيا رجعنا برايم النجوم، ضيفنا عبد اللطيف الغزي بحضور دلا جينو مهاش تورو زوير الراي محمد العوني. يلا عبد اللطيف، هاي صورة أخرى مع حسن حسني، صورة مع الممثل المصري حسن حسني. شكون الزولاد هذوكم اللي معاك؟ ولدي وبنتي. ولدك وبنتك. باي. حسن حسني شنو جاي يعمل في الشعر في القيروان؟ لا تعرف انت القيروان كانت كبار المثقفين والادباء والممثلين في جو القيروان، وعندهم يوم عندي انا. تستدعاهم انت؟ طبعا في الفيرما وفي السالي برا الذباحه وهذاك يوم بريفي يوم. اي لكل ضيف. لا هو هذا وكذا. شيت كل الفنانين اللي جاوا القيروان راهو عندهم يوم عندي انا البرا. اذبح لكم ثلاثه عليه ليش؟ انا مش ثلاثه ولا انا سالي هذاك انا راه عنده 5000 قطار راهو. يا ولدي لا تهبط عليه، يا ولدي لا تهبط عليه اللي زبوه يا ولدي. قيدهم له عرفت احسبهم وقيدهم. تليفون بكم يا عزوج اسمع من عندك. احنا ربيع الفنون ضايق اول ما تاسس من العناصر الفاعله في ربيع الفنون. اي انا جيب وقتها كما زلنا نأسوا فيه، تحية كبيرة جدا جدا للأستاذ الدكتور مختار بوخريس رئيس قسم العرب الفرنسية بجامعة. أنا ما حكاليش حتى على فنان صح، وكل الدكاترة وجميعيين وشو سامحني يا عبد الرزاق بالله فنان عايش خويا ما تصفحش كتاب وما قراش رواية وما حضرش العرض مسرحي، كيفاش باش تقيمه لك؟ عايش خويا رزوقة. أنا أي عرض مسرحي نحضر له، أي نمشي إذا كان موجود في القيروان نهز بوكادي فلور الفنان. أخويا نحب نتعلم أنا حتى الحضور الروحي من أجل المسرح سيد الفنون. صحيح. يجي واحد ما حضرش عرض مسرحي ولا ما قراش رواية ولا ما تصفحش كتاب، كيفاش تحب تحكي معاه؟ عبد الرزاق للناس اللي ما تعرفش. والله. والناس اللي ما تعرفش شوي سي عبد اللطيف راهو يمثل الأدباء في الفن البدوي. هو واحد من الأدباء اللي غنيوا على آلة الذكرى والفن البدوي، وهو الفنان البدوي اللي مثل الفنانين في الأدب. راهو إنسان مثقف تقعد بحدايا تتمتع. راهو متجمع. أنا قاعدين نستمتع. تقعد معاه تتمتع. إنسان أديب يكتب الشعر يحلل الشعر ويعرف القافية والعروض ولزوم ما لا يلزم للمعري. دونك تصفيقة كبيرة. أما كان تشوفوا علاقته بيسرى أنتم الحب اللي جمعوا بيسرى. المبثل مش بمها. أما شاب مها ولا يسرى. يا ودي بنت بلادي شب وروضة شب مهاء شب مهاء عبد اللطيف الغزي قال مهاء شتورو أشب من الممثلة
المصرية يسرى. شوف بس يعني اختي شوف خنقول لك حاجة خنقول لك حاجة هو راهو هو راهو جمال جمال العقل وجمال الروح. عندنا مثل شعبي يقول لك نودك من العقل قنطار ايه والزين حتى وقية. نودك من العقل قنطار والزين شوية راهو انا دائما المرأة عقيسة بالعقل كيف اختي ما هكا هي ما تحب المرأة المزيانة انت قلت في التليفون الله يحب جميعا قلت نحب المرأة المزيانة يا اخي الشابة الله الله هذه حكاية الروح حكاية لوحدها الروح لا هو الروح حكاية لوحدها الروح جميل الروح انا مع الوجه والروح انا هكا خويا نزل لكن تزوجت قداش من مرة عبد اللطيف مريرة تو تحب نساء وتزوجت مرة هيك هو اللي يحبوا نساء عادة يتزوجوا ثلاثة أربعة شوف 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 يا عبد الرزاق يا عبد الرزاق يا عبد الرزاق علاش بيشي أنت يا مها يا مها يا مها يا مها راهو أنا بالنسبة لي بالنسبة لي المرأة كان كائن قديس أنا أقدس المرأة وأجل المرأة وأحترم المرأة وأحب المرأة المرأة علاش باخذها بجانبك ناخذها اختي بنت حياة بنت المرأة إيه أم صديقة سورتو إيه والله برافو لعبد اللطيف أعطيني الجمهور أقوى مان يا عيتاك أعطيني عبد اللطيف قاعد يقول لنا في كلام باهي باهي فما سر آخر أو باش نكشفوا لي أول مرة باش نكشفوا لي أول مرة أي أول مرة ما حكاية العرس وتعدد النساء والأشياء هذيك ولكن باش نقول الحقيقة توا قول روح نقول معناتها اللي أنت ما عندناش حتى مشكلة باهي خنقول عبد اللطيف الغزي أعطاه هيبة أرض لوزارة الثقافة مش سهل يعطيها أي واحد مش سهل هاي الهيبة هاي الهيبة هاي هاي مش كلام راهو مش كلام مش كلام برافو عبد اللطيف الغزي مش كلام راهو رواقة هاي أعطيوني صورة مرة أخرى أعطيوني أعطيوني هذه الهيبة اللي أعطاها عبد اللطيف الغزي كيف صارت الحكاية يا عبد اللطيف أنا إنسان قلت لك مهتم بالثقافة والحقيقة نجالس في ناس مثقفين ومبدعين وحتى كي نسافر لبرا خويا عبد الرزاق الناس تشري الباشا نشري كتب مركز معايا خويا عبد الرزاق اي اي معاك مركز معاك انا معاك أنا ومع الكواليس ومع ما هي في قلبها أنا ومع أنا في وجدانه ومع ومع زهير ما غاديك رد بالك تنسى زهير قال لي رد بالك تنسى رد بالك تنسى ما في بالكش هو توا بعد ما نكملوا ليميسيون انا باش نهرب نجري اي لا حتى نخليك شوف خويا عبد الرزاق شوف شوف كمل لي عبد الرزاق حتى نخليك يا رجل في البيت رجاء باهي رجاء رجاء اي رجاء هاي عبد اللطيف قل رجاء تسالني سؤال ما تشتتليش افكاري خليني نكون انا وفا. الارض هذه انا نسكن في مدينه القيروان وعندي الحمد لله والملك لله اراضي في موقع عندي على جي بي 2 الوطنيه 2 لوناس الماء الضوء موجود خويا احنا نشوفوا توا الفكر الظلامي ونشوفوا الحرقه وكذا انا حبيت نعطي قطعه ارض الى بلديه رقاده بالقيروان والسلطات الاداريه في القيروان تسمع والسيده وزير الثقافه باش يبنوا فيها مركز ثقافي مركز اعلامي موجه للطفل اما مسرح انا نحب نعملها مجانا برافو برجعوا لك هذه عام قداش يا عبد اللطيف عام قداش هذه صارت 2022 ها 2022 توا توا 2022 نمشي معك في حاجه اخرى اي انا مستعد اي او من خلال حنا باع من خلال عبد الرزاق الشابي وهك انا من الله شهود والجمهور التونسي والشعب التونسي استنى باش تعطيني سكوب مفاجاه انا مستعد نعطيهم 1000 متر 2000 3000 4000 5000 متر لبناء مدرسه اعتاديه في منطقه زعفران الله عبد اللطيف وزير التربيه اذا كان اذا كان ولا اي مؤسسه يا اخي انا مستعد وهيبه وهيبه هيبه عبد اللطيف الغزي يعلن في منوعه الاحد في ديمونش حنا بعد انه مستعد يعطي هيبة أرض من 1000 إلى 2000 و3000 ل5000 متر لبناء مستشفى أو مدرسة أو أي حاجة موجهة للطفل وللمرأة وللتعليم والله برافو والله برافو والله برافو يا عبد اللطيف برافو أما سؤالي خذيتش كارتاج عملت كرتاج 2000 و2002 عملت كرتاج الحمد لله لا والحمد لله بس انا يا خويا منصف اخويا مصطفى انا راهي الجمهوريه التونسيه الكل لعلمك ما ثماشي مهرجان محلي
او جاوي او ما غناش فيه او دول كل غنيت فيه. ثم ما ثماش معتمد، ثم يكون معتمديات يتعدوا على اصابع اليد الواحده اللي ما غنيتش فيها. عندنا 350 مهرجان احنا. مازال الحوار معاكم ممتع، اما برشا اسرار ما زالت لك، برشا اسرار يا عبد اللطيف الغزي. ولكن قبل هذايا انتم تنجموا تربحوا 5000 دينار على قناه حلبه في منوعه الاحد، تبعثوا اس ام اس على رقم 85 999 وتكتبوا هاش وتربحوا 5000 دينار كاش. حب المطرب اللي باش يجي ضيفنا القادم هو اللي يعطيكم ال 5000 دينار. نشوفوا سبوت الومضه الاشهريه وراجعين مواصله الحوار والغناء مع نجم الاغنيه البدويه الهلال عبد اللطيف الغزي. يلا يلا تتفرج في مسلسلات قناه حنا بعل. اللي حتى حلقة تفوتك، شارك في اللعبة اللي باش تربح كل شهر 5 ملايين. فيش تستنى؟ ابعث هاش على الرقم 85 999 وجاوب على الأسئلة. حظ موفق للجميع. عدنا مشاهدينا الكرام. يلا غنيت على أوروبا، شنو الغنية هذه أوروبا؟ الغنية أنا تغنينا على الغربة. أي والدة تخاطب في ابنها وأبنائها اللي في الغربة، لا تغركش أوروبا وكثر الدولار. إيه راهي الغربة نار، أرجع شوف بلادنا خير وخنار، ولا تغركش أوروبا. الله في وقتها إحنا بشهادة شعر وهذا، أنا حتى الأغاني اللي غناها هو للجميع. الفروق، لأن ثم فروق ذوقية وفنية وأخلاقية. أنا أغنية، أنا الأغاني بتاعي تسمعها من العائلة. طبعا هو الفرق، هاي الفروق، أنك ثم باش تحط فنان العائلة كل تسمعه. ما تصيرش كلمة هكا ولا هكا. مستحيل، وأنا بحضور بص دلاجي، لازم يعرف كل التاريخ لكل الفن. يعرف التاريخ الكر دلاجين وبتبيع أوروبا؟ نسمع أوروبا؟ يلا عبد اللطيف الغزي، أوروبا موجهة للأمهات ولأبنائنا الشباب. يلا عبد اللطيف غزي أوروبا بتصفيق كبير منكم. هذاك بكر اللي نسمو شوكارك، نرجعك عود لدارك، هذاك بكر اللي نسمو شوكارك، بالجيش شعلت يا وليدي نارك، نتوحشك والوحش زاد حزوني، نتوحشك والوحش زاد حزوني. We'll be right back.
ضيعني وصبرت حتى الصبر ما دوعني ني وحشكم ضيعني وصبرت حتى الصبر ما دوعني يا نور عيني ريادكم لياني وعديتهم الأيام ما هنوني وعديتهم الأيام ما هنوني ترجع شوف البلاد كيلو خلنا ولا تغرق شهور وما
ريحة وبرام الغزي فنان ظهر شيدي نفنوني فنان ظهر شيدي نفنوني صوت غنية على الغربة عبد اللطيف نكمل معاك ثلاث صور بركة في برقيات تجاوبني في برقيات يلا اعطيني الصورة الصورة اللي بعدها حكينا على يحيى الفخراني هذاك يحيى الفخراني هذاك انت ويحيى الفخراني في دار لاعب كرة القدم اللاعب شبيه القيروان الفريق القومي حافظ الهواربي في محافظة غداء نضيفنا حافظ الهواربي في دارو برافو دكتور عبد الجليل مقدم ما ريتكش مع فتح البصري ما تصورتوش انا برشا تصور برشا عنش تصور قبل كنت عندكم تصور يا عبد الرزاق القمح مروح للمطمير عارف كيف مش عم توصل لا والله ليش يا هكا تو يا اخي انت علاش جيت شفتك البراءة ليش اوه لا لا تو خليني نخدم تو يا خويا سؤال محلاه وجيه هو طلبني قال لي فتحي ما كانوش يقول الكلام هذاك قلت له ما لا اجابه حذايا انا راي الله يكون تو قال لي في حق الرد يا عبد اللطيف انا ايش قلت له قلت لك يا عبد الرزاق راني نجي في نطاق حق الرد اي حق الرد شو مودي ريتش تو اي لكن بخويا تبارك الله عليك يا خويا يا ولدي نرجع للتصاور والله يقول لك علاش خليني نكون صريح تو خليني نكون صريح قناة ذي صنعت برشا نجوم قلت لك انا 2011 2012 2013 جبتهم ما يعرفهم حد حد ما يعرفهم صحيح جبتهم ما يعرفش يلبس كستو جبتهم ما يعرفش يتكلم جبتهم ما يعرفش يغني الاستاذ العربي ناصر هو يسمع فيه منهم مطرب توا نجم النجوم يكلم ايميل المداحي هي موجوده زميلتي يقول له السيد اللي يغني ما يعرفش يغني خرجوا تكلمني في اللوريات كيما توا تقول لي قال لك سي نصر خرجوا عملت لها براسي لا ما نستجيبش الحاجه كيما هكا لانه حطيت روحي بين نطرد من حنا بعل او ناخذ القرار الصعب لا يا ليتني ما خذيت القرار لا يا ليتني خذيت قرار العربي نصر ها وش نقول لك عليه لانه السيد هذايا ما خرجتوش وتحملت اني تحديت الاداره تحديت مالك القناه وخليته وعاود يكلم ايمان مره اخرى يقول له يا ايمان اه بتخرجوا جي ايمان قول له ما تخرجوش ايمان خليه يكمل للثمانيه وكمل السيد هذاك للثمانيه اليوم يتعالى على حنا بعل اليوم قال لي والله صورتها حنا بعل ايش من صوره ما لنا شكون صنعني اسمي انا شعبيتي اكثر منه هو وين فانا تصويره في تصويره حنا بعل واعطيوني اقوى على حنا بعل لا داعي في ذكر اسمك ريت علاش مسيتك انت ليس دهاء لا دقيقه دقيقه امان هبطوها هذه ليس دهاء عبد الرزاق الشابي اما الشعور بالظلم الشعور بنكران الجميل ومش كان هذا واحد خليني اخر حصه ساكشف كل الاوراق اخر حصه يا اسماء ساكشف كل الاوراق يلا مش دهاء انا جبتك لا حاجه في قلبي من داخل يا ما يلا خلينا نضحك ونشيخه خلينا نضحك ونشيخه معناها عبتي في الغزي وجود عبتي في الغزي خرج من خرج لنا الشحنه حتى كيما خرجتك اجا بوسك والله والله شو انا
خرجت منه الشحنه والله وهو بالدهاء نتاعو والذكاء نتاعو خلاني نترشق وترشق. يلا اسئله معاك. يلا خليني نستقبل ممثل قدير وكبير في تونس. خلي يقعد معانا في اللمه هذه لانه مرحبا به النجم على الدوام عبد اللطيف خير الدين. خير الدين السياسية ويزويخ وحقه اليوم بالفرح بيه في البلاتو. برافو برافو. يلا سي عبد اللطيف نخليك سي عبد اللطيف في مصافحة لجمهورك اللي يتفرج فيك اليوم ويراك اليوم في منوعة الأحد مع عبد الرزاق الشابي وما ها والمجموعة الكل طبعا ودلة جينو ومحمد العوني وزهير الرايس. لحظة بركة حبه هو يتكلم. والله بهالمناسبة هذه نحب نقدم لمسة وفاء واعتراف لفقيد البرامج التنشيطية نجيب الخطاب الله يرحمه وينعمه. الله يرحمه. اللي جات فترة زمنية وأدخل علينا البهجة والسرور وخلينا نتعلقوا بالتلفزة التونسية. فهمت؟ كذلك نحب نحيي هالة الركبي اللي كانت في منافسة شديدة مع بعضهم ولكن كانوا نجوم كبار. والحمد لله. والحمد لله. يلا خلينا نمشيو مباشرة حوار حصري مع عبد اللطيف خير الدين. أسمى بن صالح زارته في الدار وحكي على برشا وجيعة وحكي على برشا أسرار وحكي على برشا حاجات في قلبه الترشق كما ترشقتنا كما ترشق عبد اللطيف الهوزي. ليه انت ترشقت هو ما ترشقتش؟ اي ليه هو ذكي دبلوماس أمانة ترشقت الله غالب. يلا اليوم أنا سعيدة جدا في حواري هذايا مع الفنان القدير عبد اللطيف خير الدين اللي هو من الفنانين اللي عندهم غزارة كبيرة في الإنتاج على المستوى التلفزيون والسينما والمسرح. حبوني وتدلل حبيت تدلوا عليا حبيت تدلوا عليا اللي حبني عذبت اللي حبني عذبت اللي حبني عذبت. مسيرة كبيرة في الفن قداش دامت؟ والله إلى حد الآن 54 سنة من عام 69 سمعت كونه ثم مركز فن مسرحي في تونس فسعيت بكل ما لدي من معارف باش نتقدم ونقرا في السنتر دار دراماتيك وقتها. من مركز الفن المسرحي انطلقت في مغامرتي في ميدان الفني حيث شاركت في جل الفرق المسرحية متاع البلاد. فهمت؟ وكانت عندي مشاركات في التلفزة في البرامج التلفزية في السينما في المسرح. هو جميل جودي من الناس اللي قراوني في السنتر دار دراماتيك وأنا كنت مغروم به برشا ومجذوب ليه وهو بيدو كان يحبني الله يرحمه وينعمه ويحاول باش يشركني في كثير من الأعمال. فرقة الكيف كانت الملجأ والملاذ الكل أي فنان يحب يوري طاقاته. فهمت؟ في الأوج متاع العطاء متاعها فرقة الكيف مازال كي تأسست. فهمت؟ هي تأسست عام 67. فهمت؟ أنا من عام 71 خدمت في فرقة الكيف و70 لا 71. فهمت؟ وبالتالي شاركت في مسرحية الحلاج شاركت في مسرحية حوكي وحريري تعويض ريبريز التروفي نتاعو الحرقة هاوك تكريم الممثل القدير عبد اللطيف خير الدين حرقة 2021 تونس. الحمد لله إلى الآن
يعيطوا لي خموس ويفرحوا بيا. مسلسل غدا بيا عندي فيه معناها انكدوت، هو من اخراج الفنان الكبير المخرج الكبير واللي نحترمه برشا ومخرج عظيم اللي هو الحاج سليمان، فهمت؟ ما كانش يعرفني بالقدا بالقدا، اما اللي كان مواظبه ويعاون فيه ويتعامل معاه هو كمال بن سلامة الله يرحمه وينعمه. كمال بن سلامة يعرفني مليح، والمؤلف بتاع غادة صديقي عبد الحكيم العليمي، فكان لي فرصة وقت اللي هو كتب المسلسل أنا قريته قبل ما يوصل للحاج سليمان، فالحاج سليمان وزعني في دور اللي أنا سميته واحد يمروح على الكانون، فهمت؟ دور فيه 18 يوم خدمة، فهمت؟ قلت له انا راه ما نخدمش الدور هذاك، راه نحب الدور الفلاني على جوفانوتي تاعي، فهمت؟ بعث لي قال قل له يخدم الدور هذاك ولا ما دبر راسه، فهمت؟ وقتها كمال بن سلامه يعرفني وجات الفرصه وتحدثنا في الموضوع، وقلت له راه انا ما نخدم كان الدور هذاك وما كانش ما نخدمش، مشى اقنع الحاج سليمان، وبالتالي وقت خدمنا دور جوفانوتي في التمارين في التورناج، الحاج سليمان قال له كان عرفت هكا راني طلبت من المؤلف باش يزيد في الدور. تعرضت للظلم في حياتك المهنيه؟ لا، يلزم اللي كان باش تتحدث عن الظلم يلزمنا نعملوا 4-5 حصص في الميدان التلفزي، الدراما التلفزيه اللي تضرب مقص ما ينجمش يعرف من شكون اللي ضرب مقص الا بعد 20 سنه. انا مرضوني 5000 مره، سفروني لبرا 150,000 مرة في الأدوار، مخرج يختار باش يقول جيبوا لي فلان، فلان تي مو مسافر هذاك تو، فهمت؟ جيبوا لي فلان، فلان مريض ساكن في السبيطار الجمعة اللي فاتت عمل عملية، وأنا اللي صار لي لا سافرت ما عملت عملية. اليوم شكون تحسه تقول هذايا أفضل ممثل في تونس؟ من الذكور نذكر كمال التواتي، نذكر فتحي الهداوي، العابدين ممثل باهي محبوب تحفون برشا، فهمت؟ متربي، فهمت؟ في النساء نذكر منى نور الدين تبارك الله عليها والله يطول في عمرها في الخير، نذكر وجيه الجندوبي، فاطمه سعيداني، سامحوني لان ننساهم، شكون شكون شكون، عائشه بن احمد، مهذب الرميلي ممثل زاد تحفون، ممثل يقنع بالقدا بالقدا بالقدا، سلاح السيد الله يرحمه وينعمه، سلاح السيد صانع النجوم، برشا ممثلين جابهم وخدموا ولقاوا بلاصتهم في الميدان، لأنه راه فيهم البذرة الفنية، أخي توا الفنانين الموجودين في تونس 3000، والمسلسل يستوعب كان 50 ولا 150، فهمت؟ أخي 3000 يلزم يخدموا الكل، أنا غالب، فهمت؟ ورؤية متاع مخرج زادة بعض ساعات، وبعض ساعات رؤية متاع شطر مخرج، خاطر راهو أنا عشت شي مرحلة ينصح في كرهبة المدير ولا مخرج من بعد. فريمون إذا كان نحب أن نقول حاجة من الأعماق، راكم أنتوما اللي صنعتوني، صنعتوني بالتشجيع متاعكم، صنعتوني أنكم تتبعوني في كل مجالات الأعمال الفنية متاعي، أنقذتوني في كثير من الأعمال، شجعتوني وحبيتوني في كثير من الأعمال، وبالتالي كلمة صادقة يا جمهور يا عزيز، نحبكم وراني ما نجمش نستغنى عليكم، وراو حتى كان بعدت عليكم راو مش مني أنا.